السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من الفرنسية. اليوم غادي نديرو واحد الدرس بسيط عاوتاني اللي غادي نبينو فيه الفرق بين صون ب اس او ان تي و صون ب اس او ان، لان كيوقع فيه الخلط بالنسبة للتلاميذ. المهم اول حاجة غادي نبداو بالصون اللي هو ب اس او ان تي. هاد الصون هذا فهو اولا لو فيرب اتر، يعني هو فعل ديال اتر. Le verbe être مصرف le présent de l'indicatif الضمير ديال مذكر جمع مذكر، يعني il مع s. سمحوا لي لان ما كتسمحش لي انني نكتب هكا عموديا. غادي نصرفوا هذا لو فيرب هذا être في le présent de l'indicatif باش نشوفوا في il ب s. Je suis, tu y es, elle est, nous sommes, vous êtes et ils sont. إذن هو هذا، يعني هو راه لو فيرب اتر في لو بريزون دو لانديكاتيف في هذا لو طون هذا. وبالنسبه للصون ب اس او ان فهو اداه من ادوات الملكيه، يعني كنديروه باش نثبتوا الملكيه ديال شي حاجه لشي واحد. ولا بغينا نعطيو واحد المثال غادي نكتبو مثلا سي سي سون ستيلو، يعني هذا قلمه، يعني الملكيه ديال هذا القلم هذا كتعود لواحد الشخص. مثلا غادي نعوج باش نكتب لكم هذا قلمه سي سون، ها هي هنا سون، هي هاد الها هذا سي سون ستيلو ستيلو. هنا كنثبتوا الملكيه ديال هاد ستيلو لواحد الشخص اخر. غادي نعطيكم واحد الجمله اخرى اللي غادي نجمع فيها بين هاد سون وهذا. غادي نقولوا في هاد الجمله لي فيتمون دو سون امي سون ديشيغي، يعني ملابس صديقه يعني ممزقة. ملابس صديقه ممزقة. غادي نديروها بالفرنسية لي فيتمون de son، ها هي عندنا هنا امي son، ها الاخرى son هنا être، هي ممزقة son déchiré. كتب déchiré هنا déchiré. alors هنا عندنا لي فيتمون، يعني هاد لي فيتمون الملابس ديال من ديال صديقه. عفوا هنا درت نقط. ملابس صديقه ممزقة. لي فيتمون دو سون امي سون ديشيغي. سون هنا عاوتاني هي لو فيرب اتر اللي كتبين لنا الحالة ديال هاد الملابس سون ديشيغي. وهنا كنبينو الملابس لمن كتعود، كتعود لسون امي. اذا هذا هو الفرق بين سون ب اس او ان تي و سون اس او ان. كنتمنى هاد الحصه تعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصحاب والاصدقاء. شكرا لكم والى اللقاء.